مشروع حماية مدنية وحدة إطفاء بقرية دلجة. بدأنا المشروع من فترة ودلوقتي خلصنا مرحلة الخرسانات، شغالين في مرحلة المباني، ومشروع من ضمن مبادرة حياة كريمة، مشروع طبعا مفيد جدا للبلد. الأهالي طبعا ده مشروع مفيد جدا للأهالي، لأن القرية ما كانش فيها وحدة إطفاء، وقرية كبيرة فيفيد القرية كلها إن شاء الله.